ونبقى في بغداد وينضم إلينا منها مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، أفدت قبل قليل بأن برزاني وصل لتوه إلى العاصمة بغداد، هل بدأت إذن مباحثاته مع الزعماء في العراق أم ليس بعد؟ نعم بالفعل، إذ كان أول المستقبلين لمسعود بارزاني زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الذي استقبله في مطار بغداد، وطبعا جرى حوار مقتضب بين الطرفين في إحدى الصالات، صالة الاستقبال في مطار بغداد الدولي. بعد ذلك توجه مسعود بارزاني للقاء عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الحالي ورفيق العملية السياسية في وقت سابق لمسعود بارزاني. بالتالي جولة اللقاءات بالفعل قد بدأت لمسعود بارزاني في العاصمة العراقية بغداد، سيحاول من خلالها بارزاني تدعيم العملية السياسية العراقية بحسب تصريحات من جهات رسمية داخل الحزب، وكذلك البدء بمرحلة جديدة في العملية السياسية في العراق يكون فيها للأكراد دور كبير في العملية السياسية برمتها ولا تقتصر فقط على الأقليم، ويكون لهم دور هنا في العاصمة العراقية بغداد وفي الحكومة المركزية الاتحادية، ليمكن من خلال هذه المباحثات ومن خلال هذه المرحلة تجاوز عقبة الاستفتاء الذي نظم العام الماضي من أجل الانفصال عن أجزاء العراق. وبالتالي هنالك بوادر وهنالك مؤشرات كبيرة بأن بالفعل بدأ الكرد الآن بتجاوز هذه المرحلة، خصوصا مع تواجد عادل عبد المهدي الذي طبعا يتمتع بعلاقات جيدة جدا مع جميع الأطراف الكردية، وبالتالي سوف تكون هنالك أرضية ملائمة وموائمة للطموحات وكذلك لأهداف كل الأطراف من أجل تحقيق المصالحة الشاملة بين بغداد وأربيل. مصطفى، كون هذه أول زيارة يقوم بها بارزاني إلى بغداد بعد فشل الاستفتاء، استفتاء الانفصال، هل هذا يضفي على جدول أعماله شيئا غير مناقشة المشاكل العالقة؟ نعم طبعا، المصادر الكردية أكدت بأن الزيارة لن تندرج في جدول أعمالها مناقشة النقاط العالقة بين بغداد وأربيل، باعتبار أن هنالك فرق مختصة بهذه الأمور وسوف تناقشها بالفعل مع الطرفين. لكن هذه الزيارة هي لدعم الحكومة العراقية أولا، وكذلك لإعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى واجهة العمل السياسي الكردي مرة أخرى، خصوصا بعد تصاعد دور حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خرج منه الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، الذي ربما كان له نشاط كبير خلال الفترة القصيرة التي تسنم خلالها رئاسة الجمهورية وحتى هذه اللحظة. وبالتالي مسعود بارزاني الذي ينحدر من عائلة كردية عريقة تحظى بالكثير من القاعدة الجماهيرية في إقليم كردستان العراق، يحاول مرة أخرى تصدر المشهد السياسي، خصوصا وأن حزبه حزب الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الفائز الأول في انتخابات إقليم كردستان، وبالتالي يرى نفسه بأنه هو الأحق بالتفاوض عن جانب الكردي مع حكومة المركز، وهو الأحق والأوحد الذي يحق له أيضا أن يمضي قدما بهذه المباحثات وأن يضع الأكراد مرة أخرى في إطار العملية السياسية العراقية كجزء من هذا الوطن. نعم، مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.